بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعامل مع حاجة اسمها التشيك بوكس. نتعامل معاه ببساطة، أنا هنزل لينير لي أوت هوريزونتال عشان أحط التشيك بوكسز جنب بعض. خلاص، فاتحطت مش مكان، هتأكد إن أنا حاططها في مكان صح، لأن ساعات ما بيجي من المية ما بتنزلش مظبوطة. هدور عليها، أصلا ما نزلتش أساسا. طيب نشيل التاني لينير لي أوت هوريزونتال تحت البطن. أيوه كده، نسيب. أول ما بتعمل لي علامة الزرقاء دي أحاول أسيب. ادي اهو اتحط اهو، ادي اللينير لي اوت وماتش بيرنت، ماتش بيرنت هوريزونتال. قلت له كويس جدا، انا عايز احط على الباتنز بقى واروح اجيب التشيك بوكس احطه جواها. حط لي التشيك بوكس اهو زي ما احنا شايفين. تشيك بوكس طبعا الويتس بتاعه واخد ماتش. قلت له لا، راب على قديك، راب كونتنت على قد المحتوى عشان احط باتن تاني جنبيك نزل تحتيه. الف مبروك. قلت له ماشي، على العموم انت خليك برده راب، تعال نشوف بس ممكن تحطه بره ولا حاجه. فعلا اتحطه بره اهو. ادي اللينير لي اوت اهي، التشيك بوكس الاولاني محطوط تحتيها والتاني راح فين، والتاني محطوط قبليها. كويس جدا. طبعا ساعات بتبقى الدقه بتاعت الحاجات دي وانت بتشتغل في بتبقى صعبه شويه، فانا بالنسبه لنا اسهل في الاكس ام ال ان احنا نحط الحاجه بتاعتنا بالشكل البسيط ده. تمام. طيب حطينا التو باتنز واللينير بتاعتنا، اتحطوا كده جنب ايه، جنب بعض. كويس جدا. الاولاني مثلا تعالى نتخيل ان احنا هنسميه مثلا ديسكاونت تشيك بوكس. ديسكاونت تشيك بوكس ده النيم بتاعه. خلاص عرفنا الويدث راب والهايت راب. تشيك اخليها ترو، الديفولت بتاع تشيك لو انا عايز اعملها دايما الديفولت كده. وممكن نحط التكست بتاعه ما يبقاش تشيك بوكس، هنسميه مثلا ديسكاونت مباشرة كده. كلام جميل. كويس. تعالوا بقى نعمل ايه، ندور على الاون كليك عشان نشغل فانكشن معينة اول ما يعمل كليك على البطن التشيك بوكس ده. هسميه التشيك بوكس كليك. ده هيبقى فانكشن اسمها كده، فان اسمها تشيك بوكس كليك. البطن التاني هيبقى بنفس الاسم، مش كوبي بيست كده، هيبقى اونكل ان مش فاكر كان اسمه ايه، تشيك بوكس كليك. تشيك بوكس كليك. تمام. خلاص بقى هما التو باتنز بنادوا على نفس الفانكشن، وخلاص عرفنا فكره نفس الفانكشن تشتغل ازاي. الباتن الثاني اللي هو تشيك بوكس الثاني هكتب عليه مثلا وليكن في التكست بتاعته، او لو نسميه هسميه تاكس اللي هي الضرايب، تاكس تشيك بوكس. تمام. والتكست بتاعه اسميه تاكس. تمام. كويس جدا. ادي التو تشيك بوكسز بتوعي جهزتهم. تعالوا بقى نشوف ازاي نبدا نبرمجهم. بس طبعا هم خلاص كده شكلهم كان في هو بيضربوا ليه؟ بيضربوا طبعا عشان الفانكشن اللي احنا عاملينها في الكليك مش موجود، فاول ما هتدوس هيجي فاير هيضرب. لكن احنا دلوقتي عملنا التو تشيك بوكسز، نشوف بقى البرمجه بتاعتهم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.